ماشي مساء الخير. لزقة تكسر ولا ايه؟ ايه سكر. حط لك جوالي هنا. لو سمح لو سمح ممكن شوي؟ انت مشهور على سناب؟ ايش؟ انت مشهور على سناب؟ مين؟ انت مشهور على سناب؟ ايه؟ مشهور على سناب؟ ايه؟ انت مشاري يا اخو مشاري الحربي؟ لا. طيب وش اسمك في سناب؟ فهد. فهد ايش؟ كثير يشبهوني بمحمد الموسى. اي صح. صح؟ ايه؟ بس انا برضو يعني مشهور بس ما عندي ذاك الفانزات الكثير على قولتك. ايه ايه. عندي متابعين. اكيد مشبهة عليك بس خلاص يعطيك العافية. وش هذا؟ هذا جبن بحليب نياقي. ايش فيك؟ لا سم؟ باخذ هذا ممكن بس كلها لا. كلها نفس الشيء. لا ها؟ كلها نفس الشيء. هات هذا. ليش خذ؟ جرب ذي. هذه حليب اللبل. اي نعم. هلا. يلا يلا فمك فمك. يمي. وين اللي كانت هنا؟ مين اللي كان هنا؟ في وحدة كانت هنا قبل شوي. لا ما في. الجوال. ايش؟ اللي معها الجوال. جوال ايش يا حبيبي؟ في وحدة كانت حاطة السكر هنا. لا لا ما في احد. انا من اول موجود هنا، قاعد استناك احسبك تجي تاخذ جبن. يا اخي اللي قبلك كانت هنا واقفة. ما في احد. ايش فيك؟ بسم الله عليك. ايش فيه؟ شو ما في احد. أنا واقف من أول وأنت سحبت علي أصلاً رحت. في بنت كانت واقفة هنا تو صح؟ لا والله ما أدري عنك. أنت شايف أحد؟ إيش؟ وش في قام؟ وش فيه؟ وين رايح أبوي؟ تفضل تفضل. وين رايح؟ لك ساعة حتريد تقول وين الجوال؟ قاعد تاكل جبن وقاعد تاكل واخر شيء تقول وين الجوال؟ ركبت ستيكر. ما في بعد؟ اوكي ستريك. أنا ساعم بسمع أغاني هلا أنت اسمع صار دورك خليه عادي إنه رجعت لي راجع. هذه خليها عشان ما يجي شيء على عيونك. اوكي طيب. ايش فيه؟ رجعت
خير يا ابوي، ايش مدخلك هنا انت؟ ايش مدخلك هنا؟ ايش فيك انت مجنون؟ كيف دخلت هنا انت؟ استريح استريح. كيف دخلت هنا انت؟ كيف دخلت هنا انت؟ حلاق دخلني. مين؟ حلاق. وش حلاق مشغل؟ ما هو بعجبينك النسوان؟ مجنون انت؟ الحلاق جنبنا، انت جابك هنا؟ الحلاق جنبنا. ايش فيك انت؟ فيك شيء؟ فيك شيء؟ تبيني اساعدك؟ انت تعبان؟ فيك شيء؟ معليش. كيف؟ ايش تحلم؟ بحلق. قاعد تحلم؟ طيب لا يا اخي، مو تحلم عندنا هنا. بحلق يا زلم بحلق. ليش؟ شو ليش؟ انت تعبان؟ فيك شيء؟ انا ساعدك ترى عادي، وانا اخوك يعني. دخل مشغل نسائي. مو مشغل نسائي يعني، انت توك شباب في زهرة شبابك كذا. لا ما نضحك احنا يا اخي، خليك يا ابني. هيا الكاميرا. ها؟ وش اللي فوق؟ هذه كاميرا تلمح المشغل. يعني ايش فيه؟ لا بتستهبل علي بعد صح؟ ايش فيه يا زلمة؟ والله ما بستهبل. وش اللي تقول لي كاميرا وما كاميرا؟ جل ايش احنا نلعب يعني؟ انت جاي للحلاق صح؟ الحلاق جنبنا. اصبر علي. نعم؟ اصبر علي بس. ايش فيك؟ فكها. ها؟ فكها. وش هي فكها؟ فكها بس اقوم لك. طيب انا فكها، احكي معي يجلس هنا خليه. فكها منزعج مننا. منزعج من ايش؟ من هاي. ما انت منزعج منا احنا. لا لا. هذه الكاميرا. طيب شكرا يا معلم. طيب وين فايت تشتغل نسائي انت؟ شوف هذه كاميرا خفية. كاميرا خفية. ها؟ قول لها اوكي. تمام؟ إلى الحين مفهوم؟ ها؟ العرض هنا إذا إن شاء الله، هذا العرض للزوجة الثانية. ها؟ نعم. الزوجة الأولى على فكرة. هذا العرض إذا تأخذ زوجة ثانية في هذه غرفة النوم، وفي كمان عرض ثاني لأن اليوم بدأ. بس تسمح لي أروح أجيب، لأنه في شهر عسى كمان. بس دقيقة أروح أجيب لك العرض. ما في داعي. ليش؟ إيش بدك في العرض؟ العرض شهر العسل اللي أتذكره أنا عندك أوروبا. بيني وبينك بس دقيقة، أنا استبكت يعني. شهر شو اسمه؟ أنا عشان ما أسوي مشاكل عائلية أنا موظف مالي خاص يعني. إذا أنت موافق على العرض زين قل لي وش العرض؟ العرض عندك شهر عسل زين. عندك مثلا تروح الفلبين، تروح ماليزيا، وعندك هذا. والله عرض كويس بس أنا ترى توني خاطب يعني، ما ينفع. كيف؟ توني خاطب ما فيها شيء، خذ ثاني وثالث. على فكرة عشان أعلمك، شفت الأولى؟ أيوه. ما قصر رجل لسه العمل. الزواج ما صار. اي معطيه الزوجة الأولى أوروبا شهر عسل بعد. كفو والله. اي والله عشان يصير في عدالة في الموضوع. ايش رأيك؟ لا يا رجل توهقنا الحين. سعد طيب أوكي ولا لا؟ والله أعتقد أوكي. أنت أوكي؟ أوكي. طيب احنا بس عندنا إقرار هنا توقع عليه. ليش؟ تفضل. هذا إقرار. إقرار ايش؟ إقرار أنك أوكي. الحين فكر بالزوجة الثانية أول. أنت ما أنت متزوج الحين تقول؟ أيوة بس. طيب وينها؟ فكر ما هي موجودة. طيب فين؟ الزوجة الثانية؟ الأولى وين؟ ما موجودة. هي توقع هنا؟ إيه توقع هنا. لا أنا أطبعها حنا. إذا أنت قلت لي أوكي بطبعها عشان توقع عليها. إيش فيك؟ تبغى تقتلني؟ ليش أقتلك؟ زواج ثاني وثالث ورابع يعني، خذ راحتك. طيب اقنعها. لا ما ينفع. اسمعني اقنعها. رجل احنا جايين نشتري. طيب انت خذوا غرفة الحين. ايوه. واقنعها. ايوه. ما فيها شيء. ليش نطلقها انت؟ يا رجل. طلق الثاني مو الاولى. نتوظف هنا؟ ايوه. والله؟ ايوه. طيب ايش عندك عروض؟ العرض يعني حاخذ غرفة؟ غرفة نوم كاملة. والله جيد. زين مع طاولة طعام وشيش. شيش. شيش طاولة؟ لا لعبة الشيش يعني تلعبوا أربعة. صدق والله. وشهر العسل قلت لك تختار في ماليزيا والفلبين. انا اوكي بس ما في قرار لها. لازم. لا ما في. طيب ايش لازم؟ معك اثباتك؟ انت اوكي ولا لا؟ طيب اوكي بس انه عطنا اثباتك بس عشان لازم الاداره يصوروه عشان. لا يا رجل ليش سالتي؟ ليش سالتي وراحتي؟ طيب
طب هو وافق اعطاني عرف لا ما وافقت لا سمعته وجهه اي واحده جاي ياخذ الثانيه لا ليش؟ لا لانه هو عارف من البدايه انت خليه ياخذها ويطلقها غرفه وسفر لا وغرفه نوم وطاوله طعام ولا شيء وشيش ولا مليون ولا مليون والله توافقين لو مليون لا والله ما والله ولا توافقين مخرج فيه مليون اسمع احلى صفقه لها الفن يا شباب بس ما عارفه ايش اطلب بالضبط عادي اجرب معكم فرنش فرايز ولا عادي اجلس جنبك اي واحد اجلس جنبك اي عادي جاي اكل قدام الناس يعني صح لا عادي ليه لا عادي خلينا راح بس اسالك بالضبط عادي ايه هذا اي برجر ايش نوعه؟ طرب يا رب هذي تيست ها؟ هذي تيست ايه لحم صح؟ لا جامد ايه كيف حلو؟ كيف كذا ادورك هنا؟ جلس اجرب الاكل قبل اطلب كيف؟ زين؟ مرة حلو فيك بطاطس؟ ها؟ ها؟ وين؟ وين ماك؟ من ماك شون؟ ملاك بس حلو كيف؟ تمام طب شفت الطاولات الثانية؟ لا مين مدري تعرفينه؟ مخلص لا ما أعرفه تعرفها؟ لا مو تعرفها طيب انت ها؟ مرة حلو صح؟ شو الأخبار؟ ها؟ خذ كاتشب مايونيز لا طيب ما لقيت اكل احسن من ذا طيب طاوله مليانه ايش رايكم نقول طيب ها؟ جبت لنا طاوله فيها اكل زين بدل الاكل ذا الحين خلص نقول انتم معنا انتم ما تعرفونها ولا؟ لا ايش نجلسكم معها؟ ايش نجلسكم معها؟ نعم؟ اجلسوا هيدي جرب لك انتم غلط قدام الناس لا انتم جايين جالسين انت اللي جالس عنده ولا هم جايينك؟ لا هم جايين هذا اكلي طيب ايش عندك؟ ها؟ انت ايش عندك من هنا؟ ها؟ ايش عندك؟ جالسين مع بنت تعرفونها ولا؟ ها؟ قوم يعني؟ اي قوم عجل وش جالسين مع بنت انت تعرفينهم ذولي ولا؟ لا اجل شلون خليك ها؟ بعد حاط مفتاح سيارة عندها شو جلسوا يعني اطردهم مثلا؟ انت ايش قاعد تسوين؟ الله يسرع عليك. رجعنا كنتوا جالسين انا. ايوه؟ كمل برجر. ليه ما كملتيها انت؟ لا شبعت خلاص. شبعت. بالله. ذوق. تعال. ذوقه ذوقه. تعال صدق مو عيب جالس جنب البنت. مو عيب تجلسون جنب البنت وعائلة. في مكان افراد انت جالس جنب البنت الحين تقول افراد وانت بعد تضحك نعم انت اللي جالسه ولا هم؟ لا هم انا عشان اسوي مشكله انت شايفني من اول جالسه هنا صح ولا حركات هذا تاكد على وشه ها؟ تعال اجلس 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 عندك ايش؟ لا طيب شو هاي الكاميرا الخفيه؟ كاميرا خفيه تعال بالله سلم على الكاميرا ايش رايك؟ ايش شعورك؟ وش شعورك؟ ها؟ استمتع بصراحة بس والله لا يا شيخ ها؟ لا يا يعني مرة اعطيتني اكل تعال كمل اكلك تعال تعال وانت ليش ما تاكل انت؟ انا قلت في عنا الموضوع
ندى بالله شوفي عند الدكتور سماعتي خليه يجيبها. ريو تسمعني؟ اي زيد. ايه ايه خلاص شوف احميني انت ها؟ اذا تسمعني احميني ها؟ يلا. هلا. ايش عندك؟ دخل الجو. يزيد اذا تسمعني احميني ها؟ انا بس عندي زبون هنا. جبتي السماعة؟ ايوه اعطيني قربي لي هذه شو الو ايوه اه كذا اوكي الصوت افتح افتح فمك حبيبي يلا يلا تحرك انت ايه ايوه تعالي افتح لي فمك حطي لي ال ايوه يلا يلا يزيد ايه افتح لي افتح لي الصندوق وحميني ها ايه كذا صوتي زين ايوه كذا تسمعني يا سلام حلو حلو يا اخي يا اخي سوري معليش 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 اسف جيب المناديل جيب المناديل معليش ايه جاني جين جين ها ها ايوه اعطي افتحي فم افتح تعرف تحط ال ايه هاي يزيد انت بنت ايه ايه ايوه هلا هلا حبي هلا هلا وين اللي شو اسمه ها ايوه كيف من زمان عنك والله ايه ها ايه هلا هلا ايوه تقول ايه كيف وش ايه حط سكتشن شو اسمه؟ ايه اي شيء حطي له اي شيء الو ايوه ها متى تبين نطلع الحديقة؟ الحديقة الحديقة ايوه بالله ام عاد ها كيف؟ ايوه ايوه تنظيف بستم ها؟ اكلمك انا ازود وزنك خذي رجع جوالي ها نزود وزنك لا لا ها وش تقول انت عارف عاد وش لحظه ما فهمت اصبر موضوعك خطير ايش تقول انت ها انا اقول تبين نزود وزنك هذا يزود الوزن ايش فيك اطرب انت ولا فيك شيء تذكر هذا خطير قل لك ايش تقول انت ايش تقول ايش تقول عادي عادي نزود الوزن ها انت شو اسمك خالد خالد خلها يا اخوي ما اعرف اتكلم خلها لا ليش تشيلها يا اخوي انت خربت الحين نقعد نعيد مره ثانيه يا اخي لا خلاص ما يحتاج خلاص قم ماني مسوي لك تنظيف قوم يعني جيبوا لي عالم انت ما ادري عن اسلوب الدكتور اي ليش ما قلت شفت ايش فيه لا ما قلت شفت اسلوب الدكتور ذكي ليش ايش فيه؟ لا ما في اسلوب دكتور مو عاجبك يعني؟ ترى ببلاش حتى لو ببلاش لا ببلاش ترى حتى لو ببلاش ايه في شيء اسمه احترام للناس نعم؟ في شيء اسمه احترام ليش انا ما احترمتك؟ لا ما احترمتك ليش؟ ولا احترمت ان واحد جاي يسوي تنظيف شو اسمك انت؟ اسمي صايل انا صايل؟ ايه حلو اسمك يا اخي اي زين زي عيوني ايش تراك عيوني حلوه؟ شفتها باب النظاره ها؟ ايش فيها؟ ما ادري ايش قصدك يعني؟ قصدي قلت زي عيونك يعني زعلتك شيء؟ مش لا ما زعلت ايه
انت من وين؟ ما يخصك انا من وين. طيب كيف حالك؟ طيب. هذا ممكن بوسه؟ اكثر ابوس حسسني بالمحبه. شيء ثاني؟ اكثر ابي حسسني انك انت منت زعلان. لا انا ماني زعلان بس مو وش انا ما قلت لك شيء ترى. لا ما ادري عنك الحين انا انسان جاي انطق. انت انسان؟ ما ادري عنك. ايه طيب شوف هناك هذه كاميرا. طيب هنا كاميرا. طيب وهنا كاميرا. طيب ها ترى مصورين هذا كله عشان ما تقول انا غلطان. ما ادري عنك. ايوه لا ما ادري عنك انت قاعد تلعب ببجي وقاعد تعالج. ايش المشكله ما العب ببجي؟ لا ما تلعب ببجي. ها وهذه كاميرا كمان. ها كاميرا خفيه ترى نمزح معك. قول الكاميرا اوكي نمزح معك يعني. لا لا هذا